ننتقل إلى السؤال الموالي. حصلنا على الشكل الثاني بضرب قياسات أضلاع الشكل الأول في، إذن هنا في 2. إذا لاحظوا معي لدينا 3 6 2 4 2 4 2 4 5 10 و 4 8. إذن انتقلنا من الشكل الأول إلى الشكل الثاني بضرب جميع أضلاع هذا الشكل في 2. نستطيع الحصول على الشكل الأول بقسمة قياسات أضلاع الشكل الثاني على 2 أيضا، لأن 6 مقسومة على 2 3، 4 مقسومة على 2 2، 10 مقسومة على 2 5، و 8 مقسومة على 2 4 أيضا. إذن الشكل 2 للشكل 1. إذن هنا، إذن كما قلنا أن الشكل الثاني ماذا يمثل بالنسبة للشكل الأول؟ إذن هنا يمثل تكبير للشكل الأول بمقدار مرتين، بمقدار مرتين. الشكل الأول يمثل تصغيرا للشكل الثاني بمقدار 1/2. إذن لماذا 1/2؟ لأن الشكل الأول هو يمثل نصف الشكل الثاني. نمر إلى آخر سؤال، الزوايا المتوافقة. إذن كيف هي هذه الزوايا المتوافقة؟ إذن نلاحظ هنا بأن هذه الزوايا هي متقايسة. إذن الزوايا المتوافقة هي متقايسة. نرسم على الدفاتر تكبيرا للشكل الأول بمقدار 3 أضعاف. إذن سوف تأخذون ورقة أو دفتر ثم تقومون برسم الشكل بمقدار 3 أضعاف.